حالة ماطرة اعتبارا من يوم الخميس بمشيئة الله لتبدأ الأمطار في جنوب غرب المملكة وتتسع مطلع الأسبوع القادم، وإلى تفاصيل هذه النشرة. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة بداية بهذه الحالة من يوم الخميس، وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية. من المتوقع أن تتركز هذه الحالة في جنوب غرب المملكة لتشمل أجزاء من مرتفعات جازان وعسير ومكة المكرمة. هذه الأمطار متوقع أن تكون غزيرة ورعدية، مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعب. بعد هذه الأمطار وزخات الخفيفة إلى المتوسطة من الأمطار تصل إلى أجزاء من المدينة المنورة وأيضا من حائل والقصيم وشمال مدينة الرياض، هذا فيما يخص يوم الخميس. أما يوم الجمعة فمن المتوقع بمشيئة الله أن يبقى تركيز هذه الحالة على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتصل أيضا زخات من هذه الأمطار إلى جنوب منطقة الرياض وأيضا جنوب المنطقة الشرقية مع وجود بؤر قد تكون رعدية أحيانا. أيضا متوقع أن تصل بعد هذه الأمطار إلى الحدود الشمالية من المملكة بمشيئة الله يوم الجمعة، ويوم السبت من المتوقع أن تشتد هذه الحالة المطرية لتصل إلى أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة وأيضا المناطق الغربية بمشيئة الله، وتستمر هذه الحالة حتى مع وجود يوم الأحد إن شاء الله. وأما فيما يخص هذه الليلة وتحديدا في العاصمة الرياض، الأجواء غائمة كليا، درجة الحرارة تصل إلى 10 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 9 كيلومترات في الساعة. أما في الثلاثة أيام القادمة وفي العاصمة الرياض، يوم الخميس 14 نهارا 10 درجات ليلا، يوم الجمعة هنالك احتمال لزخات من الأمطار كما ذكرنا سابقا 16 نهارا و11 درجة ليلا، ويوم السبت من 19 إلى 14 درجة أيضا مع وجود احتمال لزخات من الأمطار نهارا وفي ليل العاصمة الرياض بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة، نبدأها من سكاكا 14 إلى 6 درجات، في عرعر من 12 إلى درجتين، وفي تبوك من 15 إلى 4 درجات مئوية. في مكة المكرمة من 28 إلى 20، فرص لأمطار من 21 إلى 14 في الطائف، في المدينة المنورة من 20 إلى 13 درجة مئوية، وفي جدة من 29 إلى 22 درجة مئوية. أمطار في منطقة مطار أبها الدولي بمشيئة الله، فرص قد تكون هذه الأمطار رعدية أحيانا، في الباحة أيضا فرصة لزخاتنا الأمطار من 17 إلى 11 درجة، وفي جازان من 30 إلى 24 درجة مئوية. في الدمام من 17 إلى 10 درجات، في الإحساء من 15 إلى 10 درجات، وفي حفر الباطن من 13 إلى 5 درجات مئوية، وفي العاصمة الرياض من 12 إلى 10 درجات، في بريدة من 13 إلى 8 درجات، وفي حائل من 10 درجات إلى 5 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.